جينا بغينا نبدلو شويه الجو هنايا حيتاش الواحد كيقنط شويه في الدار كل نهار المغرب في الدار داك الروتين ديال الدار والكوزينه والشقه والروينه كيبغي الواحد يجي يبدل شويه الجو هنا في الطبيعه كاين بزاف ديال الناس الدنيا نقيه كيترتاح النفسيه ديال الواحد وحتى المغرب والصيام وهذا كيتفرق هنايا كتحس بالجو شويه في شكل النهار كيدوز زوين على انه يكون في الدار. جينا باش نبدلو الجو في وجود الدراري شويه حيت قنطنا في الدار وجبت الدراري باش يشوفوا هاد المناظر ونبدلو الجو شويه يفوجوا. رمضان كامل اول مره خرجتهم جبنا معنا شويه التمر وشباكيه شويه ديال قرقاع اللوز التميرات وطرموس فيها اتاي شويه ديال الرغايف وبويضات مسلوقين. الحمد لله. الحمد لله. الحريره لا ما كايناش حريره ما جبتهاش معايا. جينا اليوم نجينا اليوم نفطروا هنايا في البحر وفي هذه المساحه هذه اللي متوفره لنا هنايا بغينا نستغلوها ونجيو نفطروا هنايا وهذا اول نهار ان شاء الله غادي نفطروا في البحر وجاي نلعبوا كوره قبل من الفطور ونتصوروا شويه فهمتي صافي ونعيشوا الاجواء شي شويه ماشي بحال في الدار كتبقى غير صافي انت كتاكل وهكا ما كتمنظر ما والو انا كاين المناظر وهكا وكاين البحر كتشوفوا قدامك وكل شيء كتشوفوه فهمتي مهم تاكل وانت كتستمتع مع الوقت عاوتاني وكتشوف الاجواء كي دايره خويا راه كيجيو عائلات كيجيو ماشي كل شهر كل عام حنا هنايا ماشي كل رمضان العام كامل الصيف كامل العائلات كيجيو عندنا كيجيو عائلات بداريهم صغار انت كتشوف الطويبلات كيريو ليهم هكذا يما تشا خويا راه كما كتشوف راه دازت علينا حنا راه ما خدمناش من ديك الشتا كاع ما خدمنا فيها اول نهار اول يوم خير مرض من مناسبه عائلاش ما كان اي واحد اللي عنده كيجلس اللي ما عندوش راه شي يجلس ما كنخيبوا حتى شي واحد شي حاجه خير